مساء الخير شريف. أولا بالفعل ينعقد الآن البرلمان العربي بمقر الجامعة العربية برئاسة السيد النائب أحمد الجروان. الجلسات المخصصة لهذه اليوم يعني ناقشت خلال 5 جلسات قضايا الأمن العربي القومي على رأس هذه البلدان، بلدان العراق واليمن وسوريا وليبيا والعراق. مزيد من التفاصيل حول جلسات اليوم وحول الوضع في المنطقة والبرلمان العربي، معي من داخل الجامعة العربية السيد أحمد الجروان رئيس البرلمان العربي. ازي حضرتك يا فندم؟ خلينا نسأل حضرتك مباشرة، يعني شكل الجلسات النهاردة واليوم وأهم المناقشات الدائرة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أشكر قناة الحياة على هذه الفرصة. في الواقع البرلمان العربي يعني يعيش مع الوطن العربي هذه التحديات الخطيرة جدا التي تعصف بالوطن العربي وبالمنطقة بصورة عامة، وكثير من الملفات التي يعني يتناقشها البرلمان العربي وأعضاء البرلمان العربي يعني مهمة جدا، لا سيما الإرهاب والوضع في الوطن العربي بصورة عامة، والتحديات التي نتطلع في البرلمان العربي في ظل يعني الفترة القادمة إن شاء الله لانعقاد القمة العربية في شهر يوليو القادم في موريتانيا، للتطرق إلى هذه القضايا المهمة جدا، وأيضا لإيجاد الحلول الإيجابية للتعاطي مع الوضع في الواقع، يعني خصوصا والبرلمان العربي الداعم لدبلوماسية العربية ولقيادة العربية، ونقف يعني في نفس الخندق، نريد أن تكون هناك يعني مساهمات لوقف تدهور هذا الوضع في الوطن العربي. ناقشتم يا فندم الأوضاع في اليمن وفي العراق وفي سوريا في عدد من الدول، يعني خصوصية هذه الدول أمام البرلمان العربي تحديدا في قضية الإرهاب عاملة إزاي؟ نعم، للأسف الشديد كنا نتكلم كصوت عربي واحد في القضية الفلسطينية، والآن أصبحت القضية الفلسطينية في السطور الأخيرة من الوضع. لدينا العراق ولدينا سوريا ولدينا الصومال ولدينا اليمن ولدينا ليبيا، وهذه أمور كلها يعني ملفات خطيرة جدا. نعم، البرلمان العربي يعني يضع هذه الأمور ضمن أولوياته، وكممثلين للشعب العربي نعلن للمجتمع الدولي يعني إدانتنا لفشل الدبلوماسية الدولية في التعاطي مع قضايانا والتعاون من أجل إيجاد حلول والضغط لفرض الحلول، خصوصا هناك تدخلات سلبية من الجوار العربي لا سيما إيران على سبيل المثال، تدخلاتها في الشأن العربي هذا يؤجج من الوصول إلى حلول بصورة عامة. نسمع من حضرتك برضو فندم عن أجندة الاجتماع القادم في موريتانيا. في الواقع الاجتماع القادم في موريتانيا قمة عربية، وهذا موجود حصل الأمانة ترتيبات، يعني اللي أقصده توجدها في جامعة الدول العربية المعنية بهذه الترتيبات. خلينا نسأل حضرتك كمان عن، أنا سمعت أنه حضرتك البرلمان العربي بيطالب أنه يبقى جزء من البرلمانات الأورو متوسطية. في الواقع انعقدنا جلسة أمس في طنجة في المغرب في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وهناك بعض يعني الآراء لتعديل هذا النظام الداخلي لهذه الجمعية، والتي أقرت في السابق من خلال تضمين عضوية البرلمان الأوروبي كعضو أصيل في هذه الجمعية، والبرلمان العربي عضو فقط يعني مشارك. ونحن طالبنا يعني المجموعة العربية في حال تعديل هذا النظام بأن يكون البرلمان العربي عضو أصيل دائم مثل يعني بما يتعادل مع البرلمان الأوروبي. طمنا فندم أخيرا على التنسيق اللي بيدور بين البرلمان العربي والبرلمان المصري، خاصة بأن دلوقتي بنتكلم عن أكثر من 3 شهور دلوقتي البرلمان المصري بيمارس عمله. يعني نعم، نحن نبارك للبرلمان المصري وللشعب المصري انعقاد جلسات البرلمان المصري، وأيضا انضمام أعضاء البرلمان المصري للبرلمان العربي، والدور المتميز والجهد أيضا المبذول من معالي الدكتور علي عبد العال وأعضاء البرلمان المصري، يعني جهد مضاعف، خصوصا في ظل تحديات كبيرة جدا. نحن يعني نتمنى ونطالب الشعب المصري بأن نكون كلنا عامل دعم للخروج بالمنطقة، لا أريد أن أقول بمصر، ولكن بالمنطقة من هذه الأزمة التي يمر بها الوطن العربي. سيد أحمد الجروان رئيس البرلمان، أشكرك شكرا جزيلا. شكرا محمد.
شريف، ربما كما سمعت اهتمام بقضايا مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط ودلالات يعني بعض التفكك في دول سوريا وفلسطين والعراق واليمن وليبيا على هذا المشهد العربي. هذه هي أجندة البرلمان العربي من داخل الجماعة العربية، وإليك مرة أخرى شريف. شكرا لك محمد مبروك، شكرا لكل التفاصيل. بعد الفاصل مكملين مع حضراتكم، خليكم معنا.